دلوقتي معانا مكالمة يعني كبيرة جدا وعالية جدا من اللي بتخوف بقى حمادة فتح الله بجد، عدوتك اللدودة الملكة. يا ملكة معانا يا صفصف. صفصف على التليفون الفنانة الجميلة هالة صدقي. اهلا وسهلا بيكي ومليون مبروك على النجاح وكسرتي الدنيا. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي، اشكرك. الف الف مبروك، كسرتي الدنيا وبجد احنا مش مصدقين ازاي عملتي كده، يعني ازاي فعلا دخلتي في الدور ودخلتي في الشخصيه بالشكل الفظيع ده، يعني كلمينا. انت استاذه يا حبيبتي. يا طارق انا سعيده ومبسوطه جدا انك رجعت نورت الشاشه تاني ورجعت قوي قوي وخبرتي الستين طلعت، ويعني بجد فرحانه بيك جدا 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 يا حبيبي بجد. ربنا يخليكي، دي عشره العمر اللي بينا هاله. طبعا يا حبيبي، طبعا طبعا، الحمد لله الحمد لله. احكي لنا بقى يا استاذه هاله عن الكواليس وكواليس الملكه صفصف، واللي كانت يعني بتجيب مثلا ثريا من الجلابيه من هنا، تجيب نرجس من رجلها ودلال من شعرها. احكي لنا كده ازاي قدرتي تعملي ده وقدرتي تمرري للممثلات والفنانات الجميلات اللي معاكي ببساطه وبحب، احنا شخصيا حبيناكي في ده. الحمد لله. هو بصي انا بقول ده كمان اهم حاجه في اهم حاجه في الشغلانه دي، ان الممثل اللي قدامك يكون في بينك وبينه صداقه، يعني تكسري الحاجز علشان تكوني طبيعيه، هي مش مجرد حوار بنقوله وخلاص. لما بنكسر ده، لما بنكسر الحاجز ده، الحقيقه فعلا بتبقى الدنيا فيها طبيعيه، وتحسي ان احنا مش بنمثل، ويطلع هزار بينا مش مكتوب، فتحسي ابتلاء. انا عايز اعرف ابتلاء دي بقى جايه منك ولا كانت مكتوبه، لان والله انا كنت بحس بيكي وانت ابتلاء. انا كنت كده برضو، انا كمان اكيد كل الجمهور كان كده برضو. الحقيقه انا اول مره اشتغل مع حد بيبقى كاتب الافيهات، وان احنا جوه اللوكيشن الافيهات كمان بتطلع. ايوه، يعني دي من عندك بقى. لا احنا كنا بندور على لازمه للملكه، لكن احنا مش عارفين ايه، ولا كان في الملكه يعني. لكن هو اللي احنا وانصاف قال لي انا الملكه، يعني طلعت منه هو. بس طالعين فعلا يعني كانهم حقيقيين، لان هم طلعوا برضو يعني وليده اللحظه. استاذه هلا عايز اسالك بقى على حاجه مهمه، انت سنك اصغر من الدور، ولسه كنت بتكلم برضو مع نور في الانترو، يعني ازاي وافقتي وازاي بالميك اب وصلوكي ان انت فعلا في السن ده بس طبيعي، يعني طالع طبيعي. انت ممثله، انت مالكيش دعوه بالدور اللي انت بتعمليه. اذا كان الصفه ولا الشكل ولا اي حاجه، ده ملوش علاقه بشخصيتك ولا بايه، مين ولا سنك ايه، ده ملوش علاقه. لكن فعشان كده احنا بنستخدم المكياج في حاجات ثانيه غلط. لكن صح ده بتوظفي المكياج صناعه الشخصيه اللي انت بتعمليها. ده مهم جدا. ان انا بقى انا عملت دور ام المحمود ياسين وانا كان عندي 19 سنه. يعني دي كانت حاجه برضو كانت غريبه جدا وقتها وعمري في حياتي ما انساها. بس انا عايز اسالك برضو عن مشهد من المشاهد اللي بجد كانت صعبه قوي، وكلنا تعاطفنا مع عائله جعفر العمده في الوقت اللي كان فيه الخناقه، عائله فتح الله لما خرج شوقي من السجن وبدا بقى ان هو ياخد حقه واتعرض لسيد. الخناقه دي حضرتك يعني حضرت لها ازاي؟ وهل اتعادت اكتر من مره ولا كانت وان شوت؟ بصي انا عايزه اقول لك ان محمد سامي ده راجل، يعني انا كنت بهزر وبتريق ان بلاقي صفصف ترفض خلاص، في بقى 500 حاجه صفصف ترفض، وبقول ايه ده صفصف هعمله واجري يعني عادي، فاهمه؟
او انه في الخناقه وتظهر صفصف. لا وقتها حضرتك عملتي حاجه فعلا خطيره او حقيقيه واقعيه قوي. كل ده احنا كلنا حقيقي تعبنا وتعذبنا جدا في الخناقه دي، لان احنا سيبنا يعني احنا خلصنا كان خلاص 7 الصبح النهار بيطلق علينا 1 4 الظهر، ففعلا كنا مستهلكين جدا. بس هو طبعا اللطيف فيها انت فاكر يا استاذ طارق المشهد ده؟ طبعا ما كنتش موافق على اللي بيعملوه ولادك خالص اكيد. انت اللي هديت في الاخر اللي هو يعني. انا عايز اقول لكم الملكه صفصف فعلا كانت بتستقبل وهي داخله الصبح كملك. الملكه صفصف جت يا اولاد كلهم يقوموا يقفوا كل البنات اللي معاها ويحضنوها ويبوسوها، حاله حب مع هذه الانسانه لان هي فعلا جميله. ما كلنا بنحبها. جواها روح غير موجوده عند اي حد. دي حقيقه، دي حقيقه. لمسها كل جمهورك يا استاذه هاله حقيقي، روحك الجميله دي. تقول لها ايه يا استاذ طارق قبل بقى ما نشكرها؟ اقول لها انت الملكه يا ملكه. ايوه. شكرا للفنانه الجميله المبدعه هاله صدقي اللي امتعتنا بدور الملكه صفصف، وبنبارك لك من كل قلبنا بجد على الدور الرائع ده واللي كان مختلف تماما عن حاجات كتير بجد قدمتها. حضرتك كنت موجود معاها في المشهد اللي احنا بنتكلم عنه ده.